حسين سلطان المحامي بالنقد من محافظة المنيا. أنا بدعم الرئيس على أساس الأمن والأمان اللي بتعيش البلد اللي من دولة. برضو ده عنصر مهم جدا وإن شاء الله هتنبقى في تقدم في السنوات القادمة. وعنصر طالما في أمن يبقى في رخاء، هيبقى في مستقبل إن شاء الله أفضل لمصر بإذن الله.